وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول: لم أدرك الجماعة الأولى في المسجد وصليت وحدي، ثم أتى آخر وأتم بي، فهل تحسب جماعة أم لا؟ نقول: أيها الفضلاء المباركون، بالنسبة للجماعة الثانية فيها تفصيل عند العلماء. قالوا: إذا كان المسجد مسجدا فيه إمام راتب، فالجمهور حنفية ومالكية وشافعية يرون بكراهة الجماعة الثانية، بل وكان مالك يشدد في منعها لانتشار الفتن إلى غير ذلك في ذلك الزمان. والحنابلة يرون بجواز الجماعة الثانية مطلقا، سواء كانت في مساجد الطرق أو في المساجد التي فيها إمام راتب. وقول الحنابلة هو الأقرب إن شاء الله للصواب للأدلة على ذلك. أما بالنسبة لموضع السؤال أن من صلى مفردا ثم أتم به آخر هل تحسب لهم جماعة؟ نعم، والدليل من حديث أبي أمامة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتجر على هذا فيصلي معه، ثم قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وفي الصحيح من حديث ابن عباس: بت عند خالة ميمونة، قال: فقام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يمنعه النبي من ذلك، بل وفتله من أذنه وأقامه وأداره من خلفه وأقامه عن يمينه. فكل ذلك يدل على أنها نعم تتم لهم صلاة جماعة ولهم أجر جماعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا كما جاء من جابر وجبار صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فتتم لهم إن شاء الله صلاة جماعة. أشهد أن لا إله إلا الله، ثم نهمس في أذننا وأن ندرك، نحاول نحافظ على صلاة الجماعة وألا يغيبنا عن شيء من الجماعة الأولى لا يعدلها أجر. أشهد أن لا إله إلا الله، صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.